محمد غازي. حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الدائم المنصة الذي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 10 مساء إلى الساعة 11. هذه تحياتي لكم محمد غازي صدقة. قبل أن نقلع في حلقة اليوم خلينا نبدأ نرحب أكيد بالسوبر ستار اللي غاب فترة طويلة، بواحد من اللاعبين اللي أنا في نظري أشوفه في نفس لمحات اللاعب الإيطالي اللي كنا في يوم من الأيام نتكلم عنه، لكن أصيب وطبعا ابتعد عن الملاعب. تعرف اللي هو جينارو جاتوزو، واحد من اللاعبين مقاتلين في الروح، أنا أقصد عشان لا يقول والله تشبه الشخصية بشخصية. طبعا الشخصية هذه قتالية، الشخصية هذه دليل على قتاليتها في الملعب، كذلك أيضا قتاليتها في أن تعود بعد إصابة، وهذه في حد ذاتها قوة دافع قوية وأيضا ثقة عالية في الذات. لذلك علينا بأن ندفع بهذه المواهب وهذه الإمكانيات إلى الأمام لكي تكون في خدمة الكرة السعودية وفي خدمة أيضا الرياضة وناديها، ولنا المفخرة في ذلك بأن يكون على طاولة المنصة اليوم طبعا محارب الكرة السعودية اللي راح أسميه الكابتن وليد باخشوين، نجم النادي الأهلي والمنتخب السعودي إن شاء الله بإذن الله ترجع له من جديد. وليد باخشوين، طبعا خليني أرحب فيك ضيف على طاولة المنصة. الله يخليك ويحييك، هذا شرف لي أن أكون معك في البرنامج. الله يبارك فيك. كذلك في ناس كثير مشتاقت لك طبعا، وانت يمكن مبتعد إعلاميا يعني ما تحب تظهر كثير إعلاميا. اليوم طبعا شرفتنا على طاولة المنصة وعطيتنا الفرصة أنه يعني نقرب وجهات النظر ما بينك وبين الإعلام والجمهور. يعرف وليد باخشوين عن قرب، بالرغم أنه يمكن الوقت ما حيسعفنا أنه إحنا نطلع أشياء كثيرة عن وليد. حطلع أشياء كثيرة إن شاء الله، لأن تعرفني صريحة. يا سلام عليك، هو هذا نبغاه من خلال اللقاء اليوم، كذا شفافية وصراحة بكل ودية. خلينا نرحب كذلك أيضا بالإعلامي الأستاذ سعيد المرمش من صحيفة النادي، هلا وسهلا فيك. حياك أستاذ محمد، ونرحب بالمستمعين الكرام، ونرحب صراحة بالكابتن وليد باخشوين النجم اللي صراحة عودته يعني أثلجت الصدور للكل، إن كان لجمهور النادي الأهلي أو جمهور المملكة عامة، لأنه نادرا تحصل لاعب بهذه المميزات في الملاعب السعودية، فاحنا افتقدنا في السعودية بأمانة للاعب المحور. نعم. وليد باخشوين من أبرز اللاعبين اللي قدم نفسه وبشكل كبير في خط الوسط الهلاوي بالذات في المحور. طبعا تحياتي لكل فريق عمل البرنامج في المنصة. خليني أبدأ بمخرج الحلقة والأستاذ علي نجم، وكذلك أيضا معد الحلقة والبرنامج تحتين الأستاذ موسى عسيري، وكذلك أيضا في السوشيال ميديا عندنا الأستاذ أمين. هلا وسهلا فيكم جميعا، وخلينا مباشرة قبل ما نبدأ حديثنا مع وليد باخشوين وعلى طاولة المنصة أشياء كثيرة، خلينا نروح للكثير في العناوين. عناوين المنصة. العويس ضايع، الشباب يكثف البحث عن اللاعب. الفرج والصملة على رادار الهلال والأهلي. صايد الكبار صاد النمر على ملعبه أمام عيون 15,000 بحايل، الطائه عقاله من الطناخة مايل. ناصر الشمراني أول تصريحاته من الإمارات، الحمد لله مرتاح، أدعو لي بالتوفيق والنجاح. حياكم الله مستمعين الكرام، ورجعنا لكم من جديد بعد العناوين. خليني أذكركم برقم التواصل، وطبعا في ناس كثيرة كانت تتكلم معي في السوشيال ميديا وكذلك أيضا من خلال برنامجنا اليوم المنصة وفي إذاعة ألف ألف، كانت تقول أعطينا الفرصة أن نتكلم مع وليد وننثر كل أسئلتنا مثل ما ودنا. شوف برنامج المنصة منكم وإليكم، ونقول لكم في نهاية الحلقة السلام عليكم، لكن الحين لسه بدري، فلذلك حاعطيكم أرقام التواصل، وبإذن الله من الجزء المقبل حنفتح الاتصالات لكل المتصلين طبعا، واللي حابين يسأل وليد باخشوي مباشرة أرقام الاتصال على 012-6161-100 و011-217-8585، وأيضا الرسائل على STC 85-1040 وعلى موبايلي 66-301 وعلى زين 70-13-13. وليد ندخل في الموضوع، خليني أسألك وليد، ابتعادك عن الملاعب كان لفترة إصابة، الفترة هذه حكيني عنها بالتفاصيل كذا، كيف كانت بالنسبة لك؟
والحاجة الإصابة زي ما هو معروف إنه إصابة قوية يعني من أقوى إصابات الملاعب الرباط الصليبي. الرجعة يحتاج لها صبر، هذا أول حاجة، وثقة في النفس وجد واجتهاد. والحمد لله أنا ربنا وفقني يعني في الأشياء هذه، والحمد لله قدرت أرجع في المدة اللي هي محددة اللي هي 6 شهور. بديت أنت برنامجك العلاجي كان في قطر، وجيت النادي هنا كمان تأهلت فيه. سويت العملية في قطر وجلست 3.5 شهور في قطر اللي هي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية عديتها مع كابتن إبراهيم في النادي الأهلي. في فترة أكيد في وسط العلاج هذه كنت مر أكيد بفكر ربما يعني أقول لك مر عليك فكر إحساس بالإحباط، أو مثلا أنك أنت تأثرت بالنسبة للإصابة وحسيت نفسك أنك ممكن ما ترجع للملاعب ثاني مرة؟ لا ما حسيت، ما جاني الإحساس هذا، بس هو يجيك إحساس أنك تطفش لأنك 6 شهور حتجلس ما بين الصالة والعلاج، تبغى ترجع. فهو هذا الشيء اللي يطفش يعني 4 شهور 5 شهور حتشوف نفسك أنك طفشت من العلاج ومن صالة الحديد. في ناس هنا وقفت معاك في الفترة هذه، خصوصا خلينا نتكلم نفسيا هي الأهم من أي شيء ثاني. صحيح والله، هذا الشيء مرة يفيد يعني إنه أهلك يكونوا قريبين منك. يعني أنا سويت العملية الحمد لله، اللي جوني قطر جلسوا عندي أصحابي. برضو في النادي اللعيبة والإداريين والأمير خالد الله يخليه يطول إن شاء الله عمره. هذه الأشياء كلها نفسية الصراحة وتفيد في علاج الرباط الصليبي. كلام جميل. وليد، مين أكثر اللاعبين اللي كان يتواصل معاك في فترة الإصابة؟ والله ما في أحد يعني ما في أحد محدد، بس الكل يعني ما بين أسبوع أسبوعين يتصل يطمن إيش سويت. من مجموعة اللعيبة؟ من مجموعة اللعيبة كلهم الصراحة، فيهم الخل والبركة يعني ما حد خلاني. يعني حتى كان عندهم معسكر في قطر والكل زارني يعني. حتى المدرب يعني برضو زارني. قرص بينك وبين ود كبير كذا؟ أكيد يحبك. أحب اللعبة كلهم سيد قرص. لا بس وليد بالنسبة لخانة المحور يعني قرص دائما اللاعب المفضل بالنسبة له وليد. والله ممكن، بس هذا الشيء ما يجي من فراغ يعني، تعرف أكيد شايف شيء فيه هو أنه يخليني فرضية الملعب أنه يحبني. كلام جميل. خليني أسألك في الملف اللي ربما لم يفتح معك في لقاءات أخرى قبل أنك يعني تجيلك الإصابة. كان في مفاوضات هلالية نصراوية في فترة ما أنت دخلت في فترة 6 شهور، وبعد كده كما سمعنا في الإعلام أنه أنت وقعت للأهلي بعدها. هل فعلا الأخبار هذه كانت صحيحة؟ لا غير صحيحة. غير صحيحة. ما كانت في مفاوضات؟ لا. كلام جميل. طيب الآن الأهلي قاعد يبحث عن لاعب محور وجاب سعد الأمير، هذا الشيء ما يأثر عليك الآن أنك خليك في مرحلة قلق أنه الخانة ممكن تضيع من وليد بخشوين؟ لا ابدا ما حيأثر فيه، لانه انا راجع من اصابه قويه تقريبا 7 شهور يعني ما لعب. فشيء طبيعي الرجع ما حتكون على طول انه حيرجع وليد زي ما كان. نعم حيكون تدريجي. فالاهلي في النصف الثاني اللي هو الفتره الشتويه حتدخل علينا يعني منافسات قويه، الدوري زي ما انت عارف كاس اسيا حيدخل، فيحتاج دائما الخانه هذه. أنا ما أشوف إنه يعني حيأثر عليه الشيء ده، بالعكس لازم أشتغل عشان أرجع زي ما كنت. كلام جميل. طيب خلينا نتكلم عن ابتعادك عن المنتخب الآن. هل يعني كان في كلام ربما من السيد مارفك شخص أنت تمرنت معه؟ أيوة. في الفترة اللي هو مسك فيها. هل كان في كلام من السيد مارفك إنه وليد بخشوين عليك إنك ترجع بسرعة وتحاول إنك أنت تضغط على نفسك في فترة التأهيل وترجع للمنتخب ولا ما؟ لا ما كان في. أعطيني واحد من اللعيبة اللي مقرب لك في النادي الأهلي اسم. معتز هوساوي. إيش اللي بينك وبينه دائما؟ والله يعني أعطيني من المواقف كذا اللي تمر عليك. والله هو زي ما تعرف في غرفة يعني تعرف حكومة المعسكرات يعني كل اثنين في غرفة، وهو دائما معي الرمات حقي يعني. هو الأقرب. مشاكس دائما؟ عنده حركات كذا في المعسكر جدا متز يعني فكاهي جدا يعني ما يخلي احد في حاله. في كلمه مميزه دائما يقول يعني مثلا شفنا زي يمكن عوض خميس في النصر عنده الصمله طلعت بعد كذا. معتز ايش عنده؟
ممتاز ما في طرب مزمار الدق كل شيء ممتاز. طيب سعيد اكيد عندك حاجه تبغى تضيفها لوليد تفضل. والله شوف يعني صراحه وليد انا زي ما قلت لك انا من الناس اللي معجب فيه كثير لانه وليد اشتغل على نفسه كثير. نعم. لانه ما في احد راح يصبر 3 شهور ونصف خارج المملكه في علاج طبيعي مكثف الا لاعب يعني عنده العزيمه وعنده الاصرار انه يعود بقوه للنادي. وليد عاد بقوه واثبت انه رجل يعني رجل المرحله والاهلي بحاجه وليد. بالعكس لما جاء اللي هو سعد الامير بالعكس هذه قوه باربه انه زي ما قال لك وليد عندنا كاس خادم الحرمين الشريفين عندنا الدوري عندنا بطوله اسيا. نعم. والاهلي محتاج للتدوير. شوفوا لا قدر الله لو اصيب سعد الامير يكون موجود وليد لو اصيب لا قدر الله وليد في انت تعرف المباريات بعض الاحيان تكون فيها ايقافات تكون فيها اصابات تكون فيها كذا. وبالعكس هذه عقليه جبارة من وليد رجل محترف يعرف شيء اللي عليه يعرف الشيء اللي بيسويه في الملعب. نعم. فهذا صراحة يعني أنا قلت لك لازلت أقول لك أنا من المعجبين في وليد وليس أنا فقط كثيرين معجبين في وليد. وبالعكس وليد لما دخل 6 شهور كانت أمنية أندية كثيرة إنها تأخذ يعني إنها توقع بس أنا أعرف وليد وأعرف والده زي الناس إنه والده أهلاوي أهلاوي ويرفض إنه وليد يخرج خارج النادي الأهلي خارج أسوار النادي الأهلي. شوفوا لا حتى أيه. أنا تكلمت مع والدي قال لي مستحيل أن وليد يخرج خارج أسوار النادي الأهلي. كلام جميل. خليني أسألك وليد أكثر اللعيبة اللي كانوا من الأندية الثانية ممكن في واحد من اللعيبة مفضل عندك وفي نفس الوقت مقرب من وليد مين من لعيبة الأندية؟ والله في لعيبة المنتخب يعني يعني مين أكثر لعيبة؟ نواف العابد برضو سلمان الفرج يعني دائما في المنتخب يعني مقربين أعتبر. طيب شوف احنا لين دحين ترى ما دخلنا في المنطقة 18 خلينا نتكلم عن يعني مرور الفترة اللي انتقلت فيها بعد التأهيل لأن النادي الأهلي عدت من جديد. ما مريت مع قميز؟ لا ما مريت مع قميز كانت عندي إصابة ويعني ما تمرت معه. في تقريبا بعد الأهلي خلينا نسأل وين ودك تكون؟ هل حيكون في نادي ثاني؟ مع أنه سعيد دوبي بيقول أنه في نادي في أندية فوضتك أو شيء زي كذا ما أدري الأخبار الإعلامية ترى لا قال أتمنى كانت في أندية تتمنى هي. بس أنا عندي سؤال لوليد وليد بعد يعني بعد ما حقق الأهلي 3 بطولات وعودة وراح يعني قرص وجاء قوميز هل قوميز لخبط النادي الأهلي في الفترة اللي جاء فيها؟ والله أنا أول شيء كنت مبتعد عن النادي وقتها كنت في قطر بس أنت رجل متابع بس أكيد متابع أنا ما أشوف أنه تلخبط لأنه كان في 8 من لعبة المنتخب طبعا ما عسكر ومعسكر إعداد مع النادي نعم فلما يحضروا لعبة المنتخب المباريات على طول يعني قمز يمرن اللعيبة وما يعني ما يلعبوا اللعيبة نفسهم حيلعبوا لعبة المنتخب طبيعي يعني نعم وهذا الشيء اللي لخبط يمكن وما خلى تكتيك السيد قمز يمشي مع النادي. كلام جميل. حنروح طبعا وليد وسعيد والسادة المستمعين حناخذ طبعا فاصل قصير وبعده ناخذ التواصل على ارقام 012-661-100 و011-217-85-85. تابعوا حلقتنا معنا المقاتل. المنصة مع محمد غازي. حياكم الله مستمعين الكرام ورجعنا لكم من جديد بعد الفاصل والتواصل على الأرقام على 012-661-100 و011-217-85-85 ومثل ما وعدتكم إن شاء الله بإذن الله حتكون مفتوحة من الآن مباشرة. اللي حاب يوجه سلته للكابتن وليد باخشوين لاعب النادي الأهلي ولاعب المنتخب السعودي كذلك من خلال حلقتنا اليوم يقدر يوجهها وطبعا كذلك أيضا على صفحة ألف ألف في السوشيال ميديا. واللي حاب يسمع برنامجنا وهو في المكتب وهو في البيت وهو في الجلسة مع أصحابه وين ما كان يقدر ينزل ألف ألف من الابليكيشن في أبل ستور وكذلك أيضا اللي إذا كان على أي على أجهزة الآيفون أو كذلك أيضا على أجهزة الأندرويد اللي هو على جوجل بلاي. حناخذ اتصال من البداية وليد وحنرجع في حديثنا في أشياء كثيرة ولكن خلينا ناخذ اتصال ونقول مساء المنصة. السلام عليكم. عليكم السلام يا هلا وسهلا من معي من وين؟ مساء الخير أخوي محمد معك قاسم الوليش من مكة. هلا وسهلا أخوي قاسم مرحبتين. أمسي عليك ومسي على الكابتن وليد الأستاذ سعيد. يا هلا وسهلا يسمعوك.
عندي بس سؤالين كذا للكابتن وليد. جاهز اكيد اسمعك. اول شيء الف الحمد لله على السلامه يا كابتن وليد. الله يسلمك حبيبي. ثاني شيء احب اسالك لاعب تتمنى تلعب معاه في النادي الاهلي ونادي مش تتمنى يعني ما يبغاك تروح شكله. لا بما اني هلالي بس والله معجب في اداء الكابتن وليد. كلام جميل. بالعكس يعني كابتن وليد مكسب لي نادي والله. الله اتمناه انه في الهلال بس ما الله كتب ان شاء الله نشوفه في المواسم القادمه. شكرا يا قاسم يعطيك الف عافيه اخوي. طيب وليد تقدر تجاوب عليه. حناخذ الاتصال ده. لاعب اتمنى يعني ما فهمت يعني سؤال من برا النادي من 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 نادي الاهلي لاعب تحب دائما تلعب معاه ولاعب تتمنى انك انت تلعب معاه من برا النادي الاهلي. والله احب العب انا ما في حكم ان محور احب العب مع تيسير ياسر. مع تيسير في الاهلي. برا الاهلي. برا الاهلي اتمنى نلعب مع ابراهيم غالب. ابراهيم غالب كلام جميل. ناخذ اتصال ثاني ونقول مساء المنصه. الو الو مرحبا. الو السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام اهلا وسهلا اخوي فارس. حياك الله. مرحبتين صديق البرنامج. مرحبتين فارس. الله يسعدك يا غالي. انا متحمس اليوم عشان الكابتن وليد بس. الله يخليك. احنا حنطلع برا ونسيب لك وليد. يلا عيش معه. انا يمكن لاول مره اكلم لاعب اهلاوي صراحه. كلام جميل. فهذا هذا هذا شرف لي صراحه اني اسمع صوت الكابتن وليد واتشرف اني اساله بعض الاسئله واتشرف اني اسمع صوته صراحه. الله يخليك شرف لي. الله يعطيك العافية أخوي وليد. أبدا يا أخوي وليد أنا بس سؤالي كيفك بعد الإصابة؟ طبعا نعرف أن إصابة الرباط الصليبي تحتاج وقت ونحن كجمهور أهلاوي نحتاج وليد. عندنا مشاركات في آسيا في الدوري كأس الملك فوجود وليد حقيقة مكسب للنادي الأهلي مكسب الكرة السعودية وبإذن الله وليد أنا متأكد أنه راجع المنتخب بقوة إن شاء الله. إن شاء الله. السؤال يا أخوي وليد كابتن وليد كيف كابتن وليد بعد الإصابة كيف متى بيرجع إن شاء الله مستواه وكيف وضع الإصابة؟ الله يعطيك الصحة والعافية غالي. شكرا يا فارس يعطيك ألف عافية أخوي. طيب حناخذ اتصال ثاني وليد حتجاوبه بس إنما حناخذ اتصالات عشان بكثرة بأمانة وبغطيهم الفرصة إن هم يأخذوا التواصل معك. ناخذ اتصال ثاني ونقول مساء المنصة. طيب قطع الخط. ناخذ اتصال ثاني ونقول ألو. ألو الو السلام عليكم. عليكم السلام هلا وسهلا. مين معي من وين؟ هلا كيف الحال محمد غازي؟ الله يحييك. شخبارك؟ يبارك فيك ان شاء الله. سلامات يا استاذ وليد. الله يسلمك حبيبي. الله يسلمك. شخبارك طيب الكابتن وليد؟ الحمد لله يا وسهلا. سلامتك يا قمر. الله يسلمك. اقول لك انت لما تلعب وليد ان شاء الله دحين لما يعني ليش انا بسال سؤال ليش ما مثلا تنقل الوحده مثلا؟ طيب كلام جميل. يعطيك العافية. طيب هناخذ اتصال ثاني هتجاوب عليه وليد مهم ترى. ناخذ اتصال ثاني ونقول الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام هلا وسهلا يا حمود. كيف حالك استاذ محمد؟ مرحبتين اخوي يا مرحبا. امسي عليك وعلى ضيفك الكريم وليد. الله يخليك. طبعا اخوي محمد احب نبارك للعالم اليوم الصراحه مستوى ونتيجه. مبروكين مبروكين يا رب فعلنا كاس الملك والدوري ان شاء الله. مبروكين تستاهل ان شاء الله. تستاهل وموفقين ان شاء الله يا حمود. آمين. شكرا لك. ناخذ اتصال ثاني ونقول مساء المنصة. الو الو مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام يا هلا وسهلا. مين معي من وين؟ ماهر الجهني من جدة. هلا وسهلا يا ماهر. الله يبقيك. ممكن كابتن وليد يسمعك؟ كابتن وليد كيف حالك؟ الحمد لله. ترى باقي ما في الملعب ما شفنا وليد الوحش. ان شاء الله قريب باذن الله. ترى هزيمة الاتحاد اثرت علينا لكن فرحتنا رجعتك. الله يخليك. نبغى نشوفك ان شاء الله وليد الوحش الاول ان شاء الله. الله اسمع منك باذن الله. استاذ محمد تفضل حبيبي. انا كلمتك قلت اعطيني مساحه اتكلم. اكيد لك الحريه تفضل. احنا شفنا اللي صار امس في ايش يعني كيان كبير زي الشباب صار تابع لكيانات اخرى صراحه صعبه على نادي زي الشباب. وكلمه واحده بس تفضل. هذه رسالتك انت اكيد وصوتك انت في النهايه. كلامي انا أكيد. انا خالد فوق كل الشبهات. اللي قاله فهد الروقي مفروض ما يعدي سلاما صراحه. تغريده فهد الروقي المفروض نوقف كلنا عندها. تغريده كبيره. نعم. طبعا الجانب الاعلامي اكيد له حريه الرد اذا الاستاذ فهد الروقي يسمع طبعا الكلام هذا له حريه الرد عبر البرنامج وكذلك ايضا الجانب الاعلامي طبعا اللي تولى الضيوف هنا. فهد الروقي مش شجاع عشان يرد. لا ان شاء الله باذن الله ان هو في يمتلك الشجاعه ورجل محترم اكيد وحنا نقدر كل الاسماء اللي موجوده في اعلام يمتلك الشجاعه ويرد. انا اقول لك مو شجاع
أكيد أنت لك الشجاعة حيرد عليك. شكرا يعطيك العافية ماهر. حنأخذ اتصال ثاني ونقول مساء المنصة. ألو. مرحبتين. ألو كيفك أستاذ محمد؟ هلا وسهلا أختي حنان مرحبتين. معك حنان من مكة. كيف أستاذ وليد؟ الحمد لله تمام. والله يا محمد ما قصرت صدفت نجم صراحة وكابتن رائع بصراحة. محتاجين وإحنا يا جمهور الأهلي بصراحة نسأله أسئلة. يعني حاب أسأل كابتن وليد يعني ليش كل مباراة يأخذ كرت أصفر يعني؟ وأقول له يعني لا تعصب بصراحة يا كابتن وليد، أنت تذكرني بالكابتن إبراهيم ماطر ما شاء الله. يعني أتمنى أنك كل مباراة يعني تضبط أعصابك إن شاء الله. وشكرا يا محمد، والله ما قصرت يا محمد. يعطيك العافية. شكر لهم لوليد أيضا وكل النجوم اللي يكونوا دائما معانا في طاولة المنصة، وأكيد كل الشكر لك يا أختي حنان وكذلك لجمهور ألف ألف. نأخذ اتصال ثاني وحنقول مساء المنصة. طيب حنرجع وليد ونخلي الاتصالات برضو تأخذ وضعها. عندك سؤال كان من فارس لو كافي بعد الإصابة. أيوة الإصابة الحمد لله انتهت ورجعت الملاعب، لعبت مباراتين الآن. أخذ مباراة أمس الاتحاد كاملة ومباراة الشعلة لعبت شوط. الحمد لله الأمور طيبة. بالنسبة اللي سأل برضو متى يرجع مستواي، شيء طبيعي انه حيرجع مستوى تدريجي، يبغالي مشاركات مباريات اكبر. نعم. عشان الواحد يرجع لمستوى. يعني في خوف وليد عندك؟ لا ما عندي خوف. ما عندك خوف من جارب يعني مساله الاحتكاك او شيء معين؟ لا ما عندي خوف. ما عندي خوف بس لازم انه اخذ لي وقت مباريات اكثر. نعم. عشان اقدر ارجع للمستوى. طيب ماهر الجهني وجه لك تقريبا سؤال، هو واحد متصل اللي قال لك ليش ما تروح لوحدك؟ والله يعني الأهلي كيان كبير والوحدة برضو كبير، لكني أهلاوي من الصغر يعني وأتمنى أن أنهي مسيرتي في النادي الأهلي. كلام جميل. حنان قالت لك الكرة الصفرة معاك ليش كل مباراة كانت قالت. أنا صح أني أخذ جات فترة من الفترات أنه كروتي كثير، بس تعرف خانتي أنها محور يعني محور دفاعي، فطبيعي احتكاكات أكثر. ممكن عشان كذا عندنا يعني انا لو تلاحظ يمكن الحكام الاجانب لما يجوا ما اخذ يعني كروت اصلا مباريات كبيره، بس تعرف عندي انا التحكيم السعودي. نعم. يعني دائما اخذ فيه كروت. كلام جميل. حناخذ اتصال وحنرجع لمساله التحكيم السعودي هذه اللي ذكرتها الحين قبل شوي. طيب مساله التحكيم السعودي ليش يعني اقحمت المساله هذه في الكروت الصفراء اللي تاخذها؟ لان ناخذ كروت وعارف يعني كروت غير صحيحه، غلبة غير صحيحه، ويعني يكون من اول تدخل المباراه. يعني حصلت لي كذا مره من اول تدخل كرت اصفر. وما ادري يعني الحكام الاجانب مستحيل اذا كان التدخل عادي يعني ما هو خشن. نعم. انه يديك كرت من الاولى او الثاني. هذه اكيد المعلومه لازم تكون على طاوله مرع العواجي عشان في نفس الوقت يعني تعطي بوينت انه اللاعب السعودي بيوصل صوره الان هو خارج الملعب. وطبعا وليد بخشون واحد من لاعبي كره القدم في الملاعب السعوديه، وله حق ايضا مرع العواجي في التداخل واعطاء الراي في هذا الجانب. حناخذ اتصال ونقول مساء المنصه. الو. مرحبتين. هلا وسهلا. السلام عليكم. مرحبتين اختي هيفا. مرحبتين. معك هيفا الشيخ من الرياض. بس بارك للنصر طبعا، المستوى النتيجه مبروكي استحق النصر طبعا بعد ان اعطى زوران واللاعبين فريق الفيحاء حقه كاملا. بس بغيت اقول ظاهره اختفاء اللاعبين لا تحدث الا اذا دخل الهلال طرفا في المفاوضات. شكرا. شكرا لك. الله يعطيك العافيه. طيب هذه سعيد حتجاوب عليها. هيفا اكيد عندها قلت لك ظاهره اللاعبين يختفوا لما يدخل الهلال في مفاوضات. الجانب الاعلامي طبعا انت اللي حتجاوب عليها. هناخذ اتصال ونقول مساء المنصه. الو السلام عليكم. يا هلا وسهلا. الله فيك. معك علي عبد الله من الحكم. هلا وسهلا اخوي علي. هلا اهلا وحتى النخاع طال عمرهم بالحق والكابتن وليد وخشمين. الهمه والدوري احنا باذن الله ان شاء الله يا رب. شكرا يا علي. ناخذ اتصال ثاني ونقول مساء المنصه. السلام عليكم. عليكم السلام. معكم هشام من جزان. يا هلا وسهلا يا وجدان. تفضلي اختي. بسأل السؤال، من هو افضل لاعب عنده 2016 عند وليد بخشوين افضل لاعب في 2016 في السعوديه في خارج السعوديه؟ في السعوديه. كلام جميل. طيب حناخذ اتصال ثاني ونقول مساء المنصه. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا وسهلا عبد الله. استاذ محمد يعطيك العافيه. الله يبارك فيك ويسلم عمرك. تفضل اخوي. ومسي على ضيوفك. ما ادري ضيوفك الا ما سمعت والله. كابتن وليد بخشوين معي من نادي الاهلي والاستاذ سعيد المرمش كذا. ونعم والله دائما اتمنى يعني ترى في اعلاميين يعني احنا نفرح بهم ونستانس بهم لما نستضيف خالد القاضي
يعني هذا من مخيرة الإنسان والرجال محترمين صراحة. الله يبارك. أحمد الشبراني. أكيد لهم كل رحيمي. كل تقدير ورحمة. عندك يا ضيفك اللي كان يوم الثلاثاء كان على استفاء على مستفاء الله يهدينا هدي. مين هو ضيف؟ حدد لي اسمه بالضبط. أعتقد ناس عبد الكريم الزامل وكذا. عبد الكريم الزامل عمره ما طلع معي في أي حلقة. ما أدري والله حقت هذا في. أعتقد. أيوة الثلاثاء. حشوف لك مين كان ضيفي أكيد وحرج على الأمر ولا يهمك عبد الله. طيب يعطيك العافية. وليد أنت في نظرك ظاهرة اختفاء اللاعبين في المفاوضات فعلا بعض أحيان تصير بعض شغلات مثلا مع اللاعب أنه يحاول يبعدوه عن الأضواء والإعلام وعن ممكن يتدخل عضو شرف من النادي اللي مثلا بيفاوضه في مسألة أنه يستقطب خدماته النادي؟ والله هذا الشيء يعود للاعب نفسه. أنا يعني مسألة اختفاء اللعيبة يعني عندنا في النادي عمره ما حصلت. فما أدري يعني ما أقدر أفيدك. طيب ما في لاعب إلى الآن مختفي تحس في الشارع الرياضي؟ والله ما أدري مين في الموسم هذا. ما أدري. طيب خليني أخذ اتصال ونرجع أكيد نقول مساء المنصة. ألو ألو مرحبا. طيب اتصال ثاني ونقول ألو مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام، هلا وسهلا، مين معي من وين؟ غازي بس لقط معي يا شيخ، كنت بتكلم من السيارة طيب ولا يهمك حبيبي تفضل. الله يكرمك. أقول لك بقول له يعني سلامات، بقول لي وليد يعني لو أجاك عرض منه وحدتين قول ولا لا. طيب ولا يهمك، هو يسمعك يرجع لك ثاني مرة. يجاوب لسه علي سؤال معك محمد غازي. لا تركع عشان بس عيوني يا حبيبي. تفضل ليش نرخي، تفضل. حال أبوك طيب؟ اللهم لك الحمد أبشرك بخير. الله يكرمك. هيا كلم لي وليد أول اسمعني بعدين لي كلام ثاني. طيب ولا يهمك. يعطيك العافية. هناخذ اتصال. طيب اتصال اخير ونقول مساء المنصة. الو السلام عليكم. عليكم السلام، هلا وسهلا، مين معي من وين؟ مساء الخير استاذ محمد. سنور السرور اخوي. رشدي من الدمام. يا هلا وسهلا اخوي رشدي. هلا الله حييك، كيف حالك؟ الله يبارك فيك ويسلم عمرك. يعطيك العافية على البرنامج ويعطيك العافية على الضيف اليوم اللي جاب وليد بخشوين اليوم. اكيد هو على ما يقولوا متكرم علينا وجاي اليوم في المنصة اكيد كرمنا. الله يعطيك العافية. الله يبارك. اسمع صوتي بس نسلم عليك. الله يخليك. سامعك. يعطيك العافية يا أستاذ وليد، شوارك طيب؟ الله يعافيك، الحمد لله تمام. تمام، يعطيك العافية، شاكرين لك دائما، احنا دائما مبدع، الله يعطيك العافية. الله يخليك حبيبي. ونتمنى إن شاء الله دائما الأهلي في المقدمة وبالفوز لفوز إن شاء الله. إن شاء الله الله يسمع منك. أهلاوي صميم ونعشق الأهلي صراحة. الله يخليك. يعطيك العافية. إن شاء الله نفرح. طيب وليد الإجابات كلها حاخذها منك بعد الفاصل أكيد، وعندنا بعد الفاصل مفاجأة أنت ما تتوقعها أكيد حناخذها، وسعيد طبعا هو اللي محضرها قبل شوي، ولكن حنروح طبعا فاصل قصير وحنرجع معاكم على السمع خليكم، وعلى أرقام التواصل على 012-61-61-100 وعلى 011-217-85-85. ابقوا على طاولة المنصة. مع محمد غازي. حياكم الله مستمعينا الكرام، ورجعنا لكم من جديد بعد الفاصل والجزء الثالث من حلقتنا اليوم على برنامج المنصة. طبعا أرقام التواصل على 012-61-61-100 011-217-85-85. خلينا نرحب طبعا بالمقاتل الأهلاوي الكابتن وليد بخشوين، وأيضا الأستاذ سعيد المرمش من صحيفة النادي، هلا وسهلا فيكم من جديد. حياك استاذ محمد حبيبي والمستمعين الكرام. طيب وليد في بالك احد معين كذا ممكن احنا يعني حيكون معانا مثلا مفاجاه، معانا شخصيه ممكن ما تعرفها مين هي، تتوقع تخمين كذا بحكم انك لاعب محور ممكن تتوقع الكره جايه اوفرلاب تتوقع؟ ها والله ما في شيء الصراحه بالي. طيب مره خليني اول شيء انا اخذ الضيف معي وبعدين اقول لك مين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عرفته من الصوت طبعا. ها عرفت مين ولا ما عرفت؟ ما عرفت للحين. طيب خليني أول شيء أرحب طبعا بالأستاذ صالح فرج. صالح كيف حالك؟ الله يحييك. أمورك طيبة؟ والله بخير الله يسلمك. أول شيء أعطيني القرابة اللي بينك وبين وليد. والله وليد طبعا هو ولد خالتي. كلام جميل. ورحيم في نفس الوقت. حلو، أعطيني تفاصيل وليد إيش يسوي معاكم؟ أنت حكيتني كذا تفاصيل وإحنا مع بعض، قلت لي مشاكس، يتضارب مع اللي حوله إذا خسر الأهلي، يتضارب مع الاتحادية اللي في البيت. أعطيني. والله شوف أنت اتحادي صالح ها؟ طبيعي أكيد. أنت اتحادي. أي نعم. طيب لما نهزمكم وليد مثلاً في الملعب إيش تسوي معه في البيت؟ والله نرد حقنا في البيت. طيب أعطيني بعض الكواليس كذا الوليد.
والله كله كوم هذا البلايستيشن كوم. ايوه في البلايستيشن مين الفريق اللي يحب يلعب؟ والله هو يلعب احيانا يلعب بريال مدريد. ريال مدريد ملكي. ملكي هنا وملكي هنا. اكيد. حلو. طبعا هو جاي معايا في الملكي الثاني بس. تلعبوا اثنين مع بعض. هو ريال مدريدي هو. مدريدي. انا مدريدي. صالح ابغى اسالك يعني في 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 عادات لوليد معينه مثلا يمارسها في الويكند مثلا في خروجه في يعني تطلعوا كشتات مع بعض كذا وجلسات مع بعض دائما؟ والله اول كنا نطلع قبل النادي تعرف الحين مع النادي ما شاء الله يعني دائما يكون مشغول معسكرات وتعرف المباريات اغلبها تيجي في الويكند. مشكلتي مشكلتي صالح والله نوعا ما والله ما ياخذ كرت اصفر معاه في البيت ولا والله كروت مو كرت. طيب انا اعرف انه شقيق وليد طبعا معاك الان. والله لسه ما جاء كان معي هو اي بس كنا في مشوار كده دوبنا جينا. طبعا اول شيء نقدم لكم تعازينا الحاره من فريق برنامج المنصة جميعا في وفاة طبعا ابنة الاستاذ احمد سالم القثمي اللي هو طبعا قريب لك وليد كذلك. ايوه عظم الله اجركم عظم الله اجركم طبعا. جزاك الله جزاك الله خير. مين اكثر الاصدقاء اللي وليد دائما دويتوا معاه من خارج اطار الرياضه؟ والله شوف هو كان دائما مع صلاح اخوي لانه تقريبا في سن واحد. اخي نبيل ولد خالي برضه قريبين منه الشريف ومروان الشريف. نعم. ما قد كسر لكم شاشه كذا لما كان يلعب بلاي ستيشن شيء؟ والله في شيء انكسر كذا يعني مثلا طاوله حاجه ها كسر شاشه والله بالله كسر شاشه كلام جميل. صالح فرج طبعا ابن خالة وليد بخشوين اكيد كل الشكر الجزيل لك في تداخلك معنا. الله يسلمك تسلم. لا بس بقول له حاجه نسمع. اكيد يوصل لك تفضل. يخلي اولاده يختاروا الفريق يشجع الفريق اللي يبغوه مو اللي هو يبغاه. هو مرغمهم الحين؟ ايه مرغمهم على صحيح يا صالح؟ لا هذا شيء خاص هذا امور. طب هم عياله ايش يبغوا بالضبط؟ يبغوا الاهلي. يبغوا الاهلي. ايه هو اجباري عنده. اجباري. هو اخوي الثاني. صالح احنا دوبنا نقول التعصب منبوذ واحنا ما نبغى التعصب. اكيد ما فيها تعصب مره ما فيها تعصب. والله يا صالح انا اشوفك حتى لما تقابلني بعض الاحيان بشعر الاتحاد على طول. اتحاد حبيب اللي لابد فيها. موفقين ان شاء الله اكيد كل الاحترام لجماهير نادي العميد. أتمنى وليد ربنا يحفظه إن شاء الله ويرجع عودة قوية إن شاء الله. آمين. ويرجع المنتخب بإذن الله إن شاء الله. بإذن الله إن شاء الله. شكرا شكرا يا صالح. الله يسلمك. غير متوقع وليد ها؟ جدا مره ما توقعت. بعدين على فكره في خبايا ثانيه بس ما طلعها بس بيني وبين لازم أيوه. انت انت مو كل شيء انت حتتكلم معنا في تفاصيل كثيره ولكن مين اقرب اخوانك اللي يميل لنادي ثاني غير الاهلي؟ والله هو انا واخويا وجدي اهلاويين. وجدي يلعب كوره برضه معك؟ ايوه يلعب كوره ووسيم وايل اتحاديين. كيف وضعكم في البيت لما تكون في مباراه وانت ما انت لاعب فيها مثلا تتابعها معه؟ لا عادي. الوالد اهلاوي طبعا. الوالد اهلاوي. قصه الوالد عند سعيد المربش يعني هنفتحها الحين بعد شوي. لا الوالد اهلاوي سعيد الوالد والد اللي هو الاستاذ طبعا رشيد بخشوين اللي نعطي له طبعا كل التحيه والتقدير. اعطيني بعض التفاصيل لرشيد بخشوين لما كان يلعب في الاهلي سابقا. عم رشيد بخشوين اول شيء نمسي عليه بالخير وكذا. احنا انا ما يمكن ما حضرته شوف ولا لا بس يعني القصص اللي كانت تنقال عليه يعني هو ترى ما هو بعيد عن وليد لاعب حماسي جدا ولو صولات وجولات مع النادي السابق شوف ولا لا. هذه الحكاوي اللي كنا نسمعها عنه وهو رجل ترى محب لدرجة حتى يمكن وليد يعطينا اكثر لانه تعرف والده لانه كان يرافق وليد حتى في كاس اسيا لما لعبناه في النهائيات كان معاهم هناك. رجل يعني بامانه محب ورجل الاهلي ذا جزء منه. شوفوا ويكفي انه طلع لنا النجم المبدع وليد. نعم صراحه ورجل يعني على قد ما نقول ما نوفي حقه. كلام جميل. طيب وليد في جانب من قصتك كان في ارضيه الملعب في المنتخب السعودي. خليني اسالك لما كنت في مباراه للسعوديه والامارات في بطوله الخليج في فاصل كان ما بينك وبين اللاعب عمر عبد الرحمن في بينكم في بين بعض في الكواليس كان شيء قبل المباراه؟ لا قبل المباراه ابدا ما كان في ناس طلعت اشياء كثيره طبعا خذ طبيعي من الموقف وليد بينه وبين عمر غيره عشان كذا يبغى يضربه ويبغى يسوي له ويبغى أبداً.
في المباراة؟ أبداً من لم يكن؟ لا لم يكن. في مباراة ثانية شفناكم مع بعض تقريباً تتصافحوا بينكم ود يعني. اللي كانت في الإمارات. إيه اللي كانت في الإمارات حتى اللي كانت في جدة برضه. نعم. كان تدخل يعني مني عادي يعني كان على الكورة بس إنه تعور هو يعني. صار في شد بعدها. البعض حسب إنه يعني أنا متقصد إني أعوره وأنا للأمانة يعني يشهد علينا يشهد عليه الله يعني إنه ما عمري دخلت يعني تدخل قوي إني عشان أعور لاعب مستحيل يعني الفكر ذا يكون ببالي. أنت إصابتك جات طبيعية؟ لا إصابتي جات طبيعية. ما حد أحتك معه؟ لا بدون تمرين من تمارين النادي. في التمرين. كلام جميل. طب أعطيني أكثر أهزوجة تعجب وليد في المدرجات الأهلاوية. والله كثير تعجبني. زي إيش؟ في حقة ويلو ويلو. حلو. هاي تعجبني. كثير وما يحضرني ذحين يعني شوف الزوجة الجديدة اللي رايحة عن بالي للأهلي جينا للأهلي جينا حقت طبعا نمسي على عاطف بوازير اللي هو من أيضا في المدرج الأهلاوي. أكثر إعلامي يعجبك تقتنع في رأيه؟ والله أنا بعيد عن الإعلام الصراحة. بعيد عن الإعلام نعم. خليني أسألك عن شخصية ممكن تعطيها بلوك. شخصية أي شخصية يعني؟ أيوة بل إذا تحب طبعا تذكر بالاسم هذا شيء ثاني. أعطيني شخصية باسمها أعطيها بلوك. أنا الخيارات عندي بس إنما ما حأعطي خيارات هخليها لك. أنا ما عندي شخصية. ما في شخصية معينة مع أنه أنا صمتك كذا أحس أنه في شخصية لا. ممكن. لا لا ما. طيب أنفلو. لا بدون ذكر أسامي. بدون ذكر أسامي يعني ما طلع من عندي أسماء. طلع من عندك أسماء بس أنا يعني صعب أطلع من عندي. لا ممكن في شخصية رياضية بلاش أسألك عن شخصية لاعب أو شيء. هو حتى على رياضية يعني مستحيل. طيب شخصية تعطيها فولو. شخصية أعطيها فولو نفسي أعطي الصراحة جميع جنود البواسل أديهم فولو كله. الله هذه يعني 10/10. طلعت كذا من السايد اللي يمكن أنا أقول يمكن تختار شخصية رياضية قيادية بس أعطيتني حاجة فعلا نفتخر فيها جميعا. أنا أشكرك عليها. عندك حساب في تويتر؟ لا كان عندي ما عندي. تهكر. إنستغرام؟ إنستغرام عندي. فيه سناب شات عندك؟ عندي. كلام جميل. وليد في بعض الإعلاميين في فترة من الفترات قسيوا عليك خصوصا في تصريحاتهم في بعض المباريات كانت ربما قاسية على وليد بخشوين. والله كيف ترد لهم؟ أنا أقول لك طبيعي في الملعب. أنا لو شوف اللاعب ما حيكون طول مبارياته في الدوري حيكون نفس الرتم ماشي وكلها حيكون منجم. فأنت لما تكون منجم الإعلاميين اللي قلت عليهم ما حد حيقدر يتكلم عليك. نعم. لكن لما تكون يعني يكون مستواك نازل فطبيعي يمكن يبغى يبرز يعني هو على حسابك او حاجه ويتكلم عليك. نعم. بس انا بعيد يعني كل البعد عن الاشياء دي. انا اللي اقيم نفسي بنفسي يعني انا اخرج من المباراه انا اعرف اديت ولا ما اديت ما يحتاج اسمع كلام الاعلام وكلام احد. كلام جميل. حاخذ اتصالات وحنرجع ثاني مره في اسئلتنا ونقول مساء المنصه. طيب الو الو مرحبا. الو 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 مرحبتين مساء المنصه اختي تفضلي. الو مساء النور الله يسعد مساك كل خير. وانت تذكار. اهلا وسهلا اختي تذكار تفضلي. اول شيء زعلانين عشان ما اخذت اتصالات يوم الاربعاء. الحلقه مميزه صراحه. الله يطول بعمرك واشكرك عليها. ان شاء الله باذن الله انه تنعاد ان شاء الله جايه اكثر ان شاء الله اكيد. ثاني شيء أنا كذا بروقة وأسمع العالم روقة مع اللاعب وليد بخشوين. أول شيء يسأل هو كان لاعب سابق في نادي الاتفاق ولا لا أول شيء. وثاني شيء كذا أبغى نكد على العالم الهلاوية وبقول يا ليت يعني تنكدي على العالم الهلاوية. طيب ليش بداية أسبوع خلي الناس تبدأ تضحك. قولي تذكر. طيب قطع الاتصال ارجع ثاني مره يا ليت تتواصلي معانا. ناخذ اتصال ثاني ونقول مساء المنصه. الو السلام عليكم. يا هلا وسهلا مين معاي من وين؟ معك ركان السليمي من جده. يا هلا وسهلا يا ركان. فحاب احيي كابتن وليد بخشوين الله يخليك واقول له ان شاء الله اتمناك في الاتحاد. طبعا احنا اتحاديه ونتمناه في الاتحاد.
بعيدا عن التعصب بعيدا عن الاشياء هذه. كلام جميل والله يوفق ان شاء الله. شكرا يا راكان يعطيك العافيه. تروح الاتحاد ولي؟ اهلاوي. انا اهلاوي مجدد عقدي 4 سنين. 4 سنين بعد 4 سنين ممكن ان شاء الله في الاهلي انهي مسيرتي. طب اقول له عشان اصحابه. طيب شكرا يا راكان يعطيك العافيه. ناخذ اتصال ثاني ونقول مساء المنصه. طيب طبعا على السوشيال ميديا في صفحه الف الف في تويتر راقي الملكي يقول لك نبيه يشد حيله ويرجع الوحش اللي نعرفه ان شاء الله باذن الله. واحد طبعا راسل لنا من الشباب اسمه حمودي يقول كم رقم الاتصال يا امين؟ كم رقم الاتصال ارسلت له؟ ها طيب ان شاء الله يتواصل معانا. ماجد يقول انا عن نفسي ما لحقت اسمع الحلقه لانه في الحقيقه من ابرز اللاعبين. يا وليد تحتاج اهلاوي ملكي. يا وليد تحتاج شيء من الهدوء وكثره الاحتجاج والخشونه التي ما لها داعي. هذه ابرز عيوبك ولا انت لاعب كبير؟ ان شاء الله اتخلص من العيوب هذه بس في بعضها ما اقدر اتخلص منها. صدرك رحب ما عندك مشكله في الجوال؟ ما عندي مشكله. طيب سلطان عامر يقول لك من يومك راقي يا كابتن. الله يخليك. حناخذ اتصال ولا حنطلع فاصل؟ طيب حنطلع فاصل وحنرجع ثاني مره على السمع وعلى التواصل واكيد ناخذ اتصالاتكم بعد الفاصل. خليكم معنا على المنصه. محمد غازي حياكم الله مستمعين الكرام ورجعنا لكم من جديد بعد الفاصل في الجزء الرابع من حلقتنا اليوم في برنامج المنصة. ومعنا طبعا على الطاولة هنا الكابتن وليد باخشوين نجم النادي الأهلي وكذلك أيضا نجم المنتخب السعودي. هلا وسهلا فيك كابتن وليد. من أهلا فيك حبيب. الأستاذ سعيد البربش من صحيفة النادي هلا وسهلا فيك. حياك حبيب محمد. طبعا خليني أسألك وليد, أكثر لاعب متعب بالنسبة لك في الملعب؟ في لابد لاعب مشاغب يتعبك كذا وانت في الملعب من اي فريق من الانديه؟ والله كان في إلتون. إلتون جوزيه. اوكي. أيوه. متعب جدا. كان في برضو جهاد الحسين في التعاون. نعم. اللعبة المتعبين. ادواردو من الهلال. هذول كلهم متعبين. تطرقت لموضوع التحكيم قبل شوي, كنت تذكر انه ان التحكيم سبب في بطاقاتك الملونه. ليش؟ زي ما قلت لك أنا إنه حكام الأجانب لما يجون هنا تكون حتى الفاولات تكون قليل أقل. يعني خلي اللعب مستمر. كلام جميل. أدي متعة للمباراة. أما لما لك يعني على أي لمسة على أي فاول على يعني أي مثلا صرخة من المهاجم اللي طاح تحسب فاول, يعني كثرة الفاولات تقلل من وقت المباراة وتفقدها المتعة. نعم. سعيد عندك تعليق؟ إيه لأنه شوف للأسف بعض حكامنا يعني احنا شفنا في الاونه الاخيره الكل يشتكي من التحكيم, كل الانديه على لا على على مستوى الانديه على مستوى الانديه كل يعني تقرب شوي سعيد يشتكون من التحكيم. نعم. الاسباب السبب انه الحكم الحكم المحلي للاسف. نعم. على الصراخ يعني لاعب قبل ما يحتك في لاعب صفر. يعني ما صار على الفاول. لو احنا شفنا المباريات اللي حكموها حكام اجانب كل الدخلات اللي على الكوره ما تنحسب فاول. انت بتتكلم من بناء على المباريات الاهلي ولا جميع المباريات؟ جميع المباريات. جميع المباريات. انت لو شفت الهلال والنصر في عشان بس الصوره تكون واضحه للمستمع. لا لا جميع المباريات. نعم. انت لو شفت يعني انا حتى بعض لعيبه الاهلي بعض الاحيان لما تنقطع من لاعب كوره يطيح الحكم الاجنبي ما يحسب فاول. طيب يعني احنا بنتكلم يا محمد على العموم الحكم الاجنبي ما يحسب فاول الا الدخول العنيف والضرب من الخلف. كلام جميل. وعساس كذا دائما تشوف دائما اكثر متعه لما يكون الحكم اجنبي لاعب ووليد يعني لاعب في الملعب ويحس بالحكم الاجنبي ويحس بالحكم السعودي ايش الفرق. هو دوب قال لك ايش الفرق. قال لك احنا للاسف الحكم السعودي على السمع على الصراخ يلعب ما يلعب على ما هو متابع الرجل اللاعب او كذا او بعض الاحيان يكون في احتكاك خفيف يعني ما في فاول مفروض يدي مبدأ تحت الفرصة يصفر فاول. لا احنا شفنا بعض لعيبتنا في المباريات الماضية تعبوا كثير مع بعض الحكام الأجانب يبغى فاول على أي حاجة يبغى على أي لمسة فاول. فعساس كذا في فرق بين الحكام الأجانب والحكام السعوديين. كلام جميل. هناخذ اتصال ونقول مساء المنصة. ألو. ألو. يا هلا وسهلا. ألو معك تذكار. مرحبتين تذكار تفضل يا أختي. أنا كنت أتكلم ما في قطع الخط من عندك ربما يمكن شبكة أو شيء. كنت بقول كلام يعني كان مرة عادي. أنا كنت بقول
إذا يعني لقيت الرغبة في نادي تنتقل لنادي الهلال يعني بس كذا يعني. آه لوليد. أيوة يعني إذا كان يعني. أي. ينتقل إلى نادي الهلال يعني هذا هو الشيء اللي كنت أقصد فيه أنا كده. لا بالعكس، بالعكس لك حرية الكلام، بالعكس لك حرية الكلام، وإحنا بالعكس يعني ما نوقف في أي اتصال، لكن يمكن الخط قطع من عندك أختي حتى قلنا لك رجع اتصلي علينا ثاني. شكرا لك يا تذكار. طيب حناخذ اتصال ثاني ونقول مساء المنصة. ألو السلام عليكم. عليكم السلام، معكم نوف عاشقة الملكي. يا هلا وسهلا أختي نوف. أحب أقول يعني وليد خلك في الأهلي، لا يجيك اتحادي يقول لك ارجع اتحادي، انت ملكي ما في داعي انك تروح مكان يصير حزين فيه. شكرا. كلام جميل، شكرا يا نوف، يعطيك العافية. ناخذ اتصال ثاني. طيب اكيد الاتحاد الهلال جميع الاندية تسعدنا احنا كسعوديين، وفخر لنا انه عندنا مثل هذه الاندية في كرة القدم السعودية، اللي ان شاء الله باذن الله انها تشرفنا ايضا في البطولات الخارجية والمحافل. ووليد وطبعا فرقته الاهلاوية باذن الله كذلك واحد من لاعبين الاندية المهمة على صعيد الكرة السعودية. ناخذ اتصال ثاني ونقول مساء المنصة. طبعا انا عندي اسئلة بس كثيرة، بس انا ابغى اعطي المتصلين لهم حرية السؤال، لانه هم الجمهور يمكن اللي له الحق فيك اكثر مني انا من خلال الحلقة اليوم. حنقول مساء المنصة. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبتين اختي، تفضلي. معك ليان من جازان. مين؟ ليان من جازان. ليان تفضلي اختي. سؤال للكابتن وليد، مين اقرب لاعب لك من نادي الهلال؟ من اقرب لاعب لك من نادي الهلال؟ شكرا يا ليان. طيب حناخذ اتصال ثاني ونقول مساء المنصة. ليان من جازان. الو الو مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام، يا هلا وسهلا، مين معي من وين؟ احمد من جدة. هلا وسهلا يا احمد، تفضل اخوي. على الهواء؟ على الهواء حبيبي على طول. ابغى اقدم سؤال للاستاذ الكابتن وليد بخشوين. يسمعك تفضل. يا كابتن وليد بخشوين، احنا نبغاك نرجع لمستواك ان شاء الله. نشوف وليد الوحش اللي داخل داخل الميدان ان شاء الله، داخل الوسط الاهلي ان شاء الله يا رب. احنا ما نبغاك تكون في الدكه، نبغاك تكون اساسي في كل مباراه ان شاء الله. ترى احنا جمهورك ونحبك ونحضر تمارينك حتى يا كابتن وليد. الله يخليك ان شاء الله، لا تخيب ظننا فيك ان شاء الله. ما يخيب. شكرا حبيب. شكرا لك يا احمد، يعطيك العافيه. ناخذ اتصال ثاني ونقول مساء المنصه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه. يا اهلا وسهلا يا غالي. تفضل يا حبيبي، انت على الهواء. مين معاي من وين اول شيء؟ محمد شيري من ابها. هلا وسهلا اخوي محمد، تفضل. بغيت اكلم وليد نفسه. يسمع. هلا حبيبي، تفضل. الله يسعدك. مالك نية تجي الهلال؟ لا مالي نية الهلال، أهلاوي أهلاوي 2020. كاش ما عنده كذا كاش يا أبو حميد. نادي أوروبي. إيش النادي الأوروبي اللي تشجعه يقول؟ نادي أوروبي أميل إلى برشلونة. برشلونة وتلعب في ريال مدريد. بلايستيشن غير في البلايستيشن. يا صالح إذا كنت تسمعني فوليد بعميل ترى بين على توا. طيب خلينا ناخذ اتصال ثاني ونقول مساء المنصة. الو ما بقلني. الو طيب وليد طبعا كما ذكر لك انه انت ما بتفكر تنتقل من الاهلي نهائيا. نهائيا. خليني اسالك وليد عن سر يمكن المفاوضات اللي انت سمعت فيها اليومين هذه عن العويس. في اشياء قريبه في النادي تدور عن اللاعب، نوقع ما وقع، موجود مع الاهلي مش موجود. والله شوف احنا محمد كلعيبه بعيدين كل البعد عن هذه اشياء اداريه واشياء يعني الاداره ورئيس النادي والجهاز الفني اعلم بها يعني. على ذكر الاداره، في فترة من الفترات سمعنا أنه والله هناك مشاكل بين اللعيبة وقرس وبين اللاعب الفلاني مع اللاعب الفلاني، هذا ما يبغى هذا في الملعب. لا عمرها ما كانت بيننا كذا، بالعكس الفترة الأخيرة من 2012-2013 الأهلي على قلب واحد خاصة اللعيبة. أنا يعني كلنا دائما مع بعض، نطلع من برا النادي نتقابل كثير، يعني هذه الأشياء تفيد يعني. عمره ما كان أنه لاعب ما يبغى لاعب وفي مشاكل، بس تعرف يعني الاعلام يمكن اعلام الانديه الثانيه بياثر على الاهلي، يمكن هذا الشيء اللي صار. لكن ما في مثل لا ابدا هالامور. كيف علاقتكم مع الامير فيصل بن خالد؟ اكثر من رائعه. ما
ما في مشاكل مع المرزوقي ولا الأمير فيصل بن خالد زي ما طلع في الإعلام وعملية والله إنه هم بيدخلوا بعض العيبة بتشيل اللاعب هذا حط اللاعب هذا؟ لا أبدا كلام هذا غير سليم. أبدا غير سليم. إحنا نبغى عشان التوضيح للجمهور عشان برضو يعرف إنه ربما هناك شائعات وربما هناك أشياء صحيحة. لا شائعات. 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 اتصال نقول مساء المنصة. ألو. ألو مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله. ألف ألف. على طول أنت على برنامج المنصة تفضل حبيبي. الله يعطيك العافية، كيف حالك؟ الله يبارك فيك. أبغى أسأل وليد. يسمع تفضل. هل باقي في أثر عليه من الإصابة؟ لا الحمد لله راحت الأثار كلها بس فاضل المستوى يعني. الله يعطيك. الله يخليك. شكرا لك الله يعطيك العافية. طيب وليد أكيد في رسالة حاب توجهها لواحد من اللاعبين اللي يعزوا عليه كثير في الكرة السعودية، لن أتحدث فقط عن الأهلي، حنجي على لاعب في الأهلي حتتكلم عنه، بس إنما في لاعب لابد أنه هو قريب منك من برا الأهلي يعني؟ من برا الأهلي والله كثير يعني ما أعتبر يعني ما يعتبروا قريبين مني زي مثلا لعبة النادي الأهلي، بس يعتبر كزملاء يعني نتقابل في المنتخب يعني نكون قريبين في المنتخب بس مع بعض. بس نواف والله في نواف في زي ما قلت لك سلمان في ابراهيم غالب في كثير يعني. ايش توجه لهم رساله؟ رساله شخصيه ما بينك وبين اللعيبه يعني ربما في شيء انت كان في خاطرك ما قدرت توصله النواف لبعض اللعيبه اللي انت تحدثت عنهم الان. والله ما في شيء في خاطري في مستوياتهم في مثلا في تواجدهم الان مع المنتخب السعودي. والله اتمنى انهم يعني بالنسبه للمنتخب انه دور ثاني حيبدا خلاص بعد تقريبا شهرين. الطريق الى كاس العالم ما هو سهل يعني، بس ان شاء الله زي ما سووا في الدور الاول يعني زي ما شفنا تابعنا. اتمنى انهم يكرروا الشيء في الدور الثاني، هم قادرين الصراحه، المنتخب يملك نجوم جدا كبيره يعني. نعم. رسالتك لجمهور الاهلي. والله رسالة الجمهور الأهلي أتمنى منهم إنهم يدعموا النادي دائما يعني يكونوا يعني داعمين للنادي زي ما تعودنا منهم. نعم. الحضور في الملعب يعني أتمنى إنه يكون أكثر من كذا يعني الأهلي معروف إنه جماهير تحضر دائما تملي الملعب. فهذا اللي أتمنى من جمهور نادي الأهلي. كلام جميل. سعيد تفضل. والله محمد شوف انا بس ابغى اعلق على كلمتين واحد قال قبل شوي سريع قال انه للاسف الان الفتره هذه شوف في حمله على تيسير الجاسم اللي هو كابتن النادي الاهلي ولاعب المنتخب السعودي من بعض للاسف من بعض الناس في تويتر وبالذات يعني بعض الكتاب الهلاليين نقول لهم كلمه ما كان يفعل الهلال في السابق معي ولا لا لن يفعله الاهلي اطلاقا لانه الاهلي راقي برجانه وراقب لعيبته. لا شوف بالنسبة لمسألة الإعلام ربما كما تحدثت الهلالي أو شيء معين هناك منهم من هو واعي في مسألة تقديمه للطرح ولكن لا ما نتكلم عن الطرح محمد احنا نتكلم على انه ناس يقولون تيسير الجاسم مع ختم الاحتراف حق النادي الأهلي. احنا كل واحد يطرح رأيه له حرية رأي بس اما انت تتكلم في شخص وانا اقول لك حدد لي لا تخليها لا تخليها كذا هو يعني كثيرين ناس كثيرين الان واداره النادي الاهلي الان بصدد رفع شكوى ضد كل من اسقط على اللاعب واسقط على اداره النادي الاهلي. المشكله انه مشكله العويس اخذت حيز كبير والاهلي ما هو طرف. نعم. شوفوا لا البيانات الشبابيه للاسف الاخيره هذه ضعف وفشل من اداره نادي الشباب. يعني احنا ما شفنا البيانات هذه اللي اصدرتها اداره نادي الشباب في لما راح عبد الملك الخيبري ما شفنا هذه البيانات ولا شفنا هذا التوتر. كانوا الظهر اكثر من مبسوطين وودهم انه راح نص الفريق الشبابي للهلال. بس الان مساله العويس اخذت حجم كبير بشكل غير طبيعي وبدت الاسقاطات يعني على رجالات الاهلي على لاعبين الاهلي. يعني بالعكس لعيبه الاهلي لعيبه محترمين جديرين بالاشياء كثيره. نعم. تيسير من الناس اللي يفكر دائما
في 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 المهمة الوطنية أكثر من أي شيء. نعم. في إدارة في النادي الأهلي وفي مسؤولين في إدارة النادي الأهلي يعرفوا كيف يطرقوا الأبواب. طيب. يعني إدارة النادي الأهلي ومسؤولين النادي الأهلي. نعم. ليس كغيرهم. والدليل اللي أقول إيش قال والبخاري إيش قال يعني. هم هذا هذا في النهاية هذا في النهاية أكيد رأيك الشخصي. إيه رأيك الشخصي محمد. ولكن ولكن أكيد رأي الشخصي. أيوة رأيك الشخصي ولكن ولكن في النهاية. ايضا الانديه نحترم كل كياناتها الانديه الاخرى الاهلي الهلال احنا ما تطرقنا محمد جميع الانديه احنا ما تطرقنا لانه في النهايه هي انديه سعوديه واحنا نفتخر احنا فيها احنا ما تطرقنا للانديه احنا تطرقنا للاسقاطات شوف لا الاسقاطات ما تبنى على الكيانات الاسقاطات سعيده نختلف معلش ما تبنى على الكيانات معلش الاسقاطات اللي تكون في حق لعيبه يمثلون المنتخب والاجدر انه اداره المنتخب هي من تقوم بالشكوى ضد هؤلاء كلام جميل. وليد باخشوين لاعب النادي الأهلي ولاعب المنتخب السعودي خليني أول شيء نتقدم لك بالشكر الجزيل في تواجدك معنا في برنامج المنصة. أنت كنت ضيف ثقيل جدا على خط المنتصف في النادي الأهلي وأعتقد بأنه يعني هذا الضيف لم يكن ضيف مرور كرام حبته الجماهير زي ما سمعت كل اللي قاعدين يتواصلوا معاك وفي نفس الوقت يسألونا حتى في السوشيال ميديا كانت كل يعني كل الكلمات دعم لوليد باخشوين في ان يعود لمستوياته الجميله. الله يخليك. انا اللي تشرفت يعني باستضافتك لي في برنامجك واشكرك واشكر استاذ سعيد والاستاذ علي والمخرج علي نجم والمعد علي او المعد موسى والله يخليكم يعني وان شاء الله اني اكون ضيف خفيف عليكم. كل الشكر لكم أنتم مستمعين برنامج المنصة دائما لكم بالجديد وأكيد حيكون معنا ضيف ثقيل خلال الغد بإذن الله تابعونا على برنامجكم الدائم المنصة ومن المنصة تبدأ القصة غدا في توقيت الساعة 10 مساء إلى الساعة 11 تحياتي لكم هذا أنا محمد غازي صدقة ألقاكم في ليلة الغد بإذن الله.